ترى لو أصبح كل سكان كوكب الأرض مثليين، ماذا يمكن أن يحدث للبشرية؟ المثلية الجنسية هي أحد المواضيع التي كثر عليها اللغط، وهناك الكثير من الحقائق والمعلومات العلمية المغلوطة بشأنها يتم الترويج لها للناس إما عن عمد وإما عن جهل. في هذا الفيديو لن نتكلم من منظور ديني، لأن حكم الدين فيه معروف لجميع الناس سواء في المسيحية، الإسلام أو اليهودية. لذلك في هذه الحلقة سأتكلم من منظور علمي منطقي طبي بحت، لكي أتواصل مع العقول ولا أتواصل مع المشاعر. فقبل ما نبدأ، لا تنسى تدعم المقطع بلايك إن أعجبك طبعا، وإن أعجبك محتوى القناة وأردت أن تشاهد مقاطع جديدة فقط اشترك حتى يصلك أي فيديو جديد. وكملاحظة أيضا، لا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم الإشعارات. وهذه حساباتي على الإنستغرام، سناب شات، فيسبوك، لا تنسوا تتابعوني ويلا بينا نبدأ. هل المثلية الجنسية متصلة بالجينات؟ هل المثليين مجبرين على أن يكونوا مثليين بسبب الجينات؟ هل هم فعلا مسيرين وليس مخيرين في هذا الفعل؟ وبالنسبة للمثلية الموجودة في الحيوانات، ما تفسيرها؟ وهل المثلي يؤذي المجتمع أم لا يؤذي المجتمع؟ حسنا، ضعوها حلقة في آذانكم. لا يوجد إجماع في الوسط العلمي على العوامل التي تحدد التوجهات الجنسية، وغير معروف إن كان التوجه الجنسي يحدث بنفس الطريقة عند الرجل وعند المرأة. تم اقتراح العديد من التفسيرات وحظي البعض منها على الكثير من الدعم والقبول، لكن لم يتم تفسير أي منها علميا وبإجماع العلماء إلى اليوم. فهناك الكثير والكثير من العلماء الذين ينفون أي صلة للجينات بالمثلية الجنسية. الإعلام هو الذي أصبح يقول للناس بأن المثلية الجنسية جينية بحتة، وهذا غير صحيح وستعلمون لماذا. فقاد الكثير من العلماء والمؤيدين للمثلية الجنسية على مر التاريخ حملات كثيرة توضح أن مثليي الجنس دافعهم هو دافع جيني فقط. وعلى مدى السنين حاول العلماء إثبات أن الشذوذ الجنسي مصدره الجينات، وهذه الجينات تعمل على سلوك مغاير للفطرة والطبيعة، وتشكل حالات من العاطفة والانجذاب لنفس الجنس، كالرجل نحو الرجل مثلا والمرأة نحو المرأة. قام عالم التكنولوجيا الحيوية الأمريكي هامر بدراسة المؤشر الجيني XQ28 الموجود داخل الكروموزوم X، وهذا المؤشر الجيني يعتقد أن له علاقة بالمثلية الجنسية. سنة 1993 قام بالبحث على 114 عائلة من المثليين، وكان هذا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي يثبت هذا الأمر. الرجل كان يعتقد بأن هذا الجين هو المسؤول عن المثلية الجنسية، لكنه في عام 1995 عاد بدراسة أخرى مع مجموعة من الخبراء الإحصائيين، وأكد بعد دراسة طويلة أن هذا الجين لا علاقة له بالشذوذ الجنسي. وقد نشرت هذه الورقة البحثية في مجلة العلوم الأمريكية ومجلة العلوم والطبيعة. تم إجراء دراسة أخرى سنة 2012 على 409 زوج مستقل من الأخوة المثليين الجنسيين. تم تأكيد نتائج العالم هامر في هذه الدراسة، وخلصت إلى أنه بنسبة 30% يؤثر هذا الجين على التوجه السلوكي لحامله. وأكدت الدراسات أن الجينات ليس لديها أي دور كامل في الموضوع، أي بطريقة بسيطة، حتى وإن كان فيك ذلك الجين فهذا لن يجعل منك شادا جنسيا. يجب أن يجتمع الكثير من العوامل، حيث لا يمكن إغفال الجانب السلوكي البيئي. لذلك علم الوراثة ليس أمامه القصة بكاملها. فلو كان الشذوذ إجباريا على الشخص منذ ولادته، ولابد لنا من الدفاع عنهم لأنه ليس لديهم أي اختيار، أي أنهم مسيرين وليس مخيرين في اختياراتهم. هنا سنفتح باب لمصيبة كبيرة، هل تعلمون ما هي؟ حسناً، استمعوا. الكثير من الدراسات تؤكد أن هناك جين اسمه جين المحارب، هو الجين المسؤول عن السلوك الإجرامي والعدواني كالقتل والاغتصاب وكل أعمال العنف. يقوم هذا الجين بزيادة إفراز أنزيم ماو أي. هذا الإنزيم وجد في الكبد والجهاز الهضمي، وهو ينتشر بكثرة في الشعوب التي يكثر فيها قانون الغاب أو الشعوب البدائية. وأجريت دراسة على سكان أستراليا الأصليين، وجد أن هذا الجين عالي بينهم، وهذا فسر سلوكهم العدواني المبالغ فيه. وقال الباحث رودلي إن رجال الماوي سكان أستراليا الأصليين لديهم زيادة واضحة في مركب مونوأمين أوكسيدس الذي يعرف اصطلاحا بالجين المحارب، والذي يرتبط بالسلوك العدواني. وقد اكتشف علماء أمريكيون هذا الجين. هنا يطرح سؤال مهم، إذن السلوك العدواني الإجرامي مرتبط بجين؟ إذن القتلة والمغتصبين
لا حرية لهم، هم أيضاً مسيرين وليسوا مخيرين في اختيارهم، لأن ذلك الجين هو المسؤول عن العنف الذي ارتكبوه. إذن لماذا نقوم بسجنهم ونحن نعرف أنهم أبرياء؟ لماذا لا ندافع عنهم ونطالب بإطلاق سراحهم؟ فالدليل الذي لدينا على براءتهم هو دليل علمي قوي، لكن رغم أن العلماء يعرفون هذا الجين وهو جين المحارب، بالرغم من وضوح هذه الأدلة لا أحد يتخذها ذريعة للدفاع عن القتلة والمجرمين. هل رأيتم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين؟ لذلك منطقيا وعلميا فالجينات لا دخل لها في المثلية الجنسية، ولا يوجد جين واحد في العلم من الممكن أن يكون مسؤول عن هذا السلوك الشاذ. لكن استخدام الإعلام والترويج لفكرة أن الجينات هي المسؤولة وجعل الأدلة التي تدعم قضية المثليين هي التي تظهر في الإعلام دائما، والتغطية على العلماء الذين يقولون أن الجينات لا علاقة لها، هذا الأمر هو الذي يجعل المثلية مقبولة عند الناس. هناك سؤال قد يطرح، لماذا المجتمعات الغربية تقبل بالمثلية بنسبة معينة بينما المجتمعات الأخرى منها العربية لا تقبل بالمثلية؟ ما السبب؟ حسناً، في الدول الغربية يكون للبرلمان الذي يمثل المجتمع الحق في إقرار قانون أو رفضه، مثلاً كإقرار قانون منع النقاب في فرنسا. لماذا تم منع النقاب رغم أنه حرية شخصية؟ لأن المجتمع لا يريد النقاب. إذن البرلمان الفرنسي يحترم قرار الشعب والمجتمع الفرنسي، والمثلية أيضاً نفس الشيء. فالمجتمع الغربي بنسبة معينة يقبل بأن تكون المثلية في وسطه، والجميع يحترم رأي المجتمع الغربي. لكن لنعد إلى المجتمعات الأخرى ونرى وجهة نظرها أيضا، ونرى ما الذي تقوله الغالبية في تلك المجتمعات. مثلا المجتمعات العربية ترفض المثلية بنسبة 99% ولا تريدها أن تكون بينها، هذا حق المجتمع العربي بكامله كأغلبية، صحيح؟ أليست الأغلبية هي التي تحكم كما تقول الديمقراطية؟ إذن لماذا في الغرب يتم احترار قرار المجتمع بينما عند العرب لا يتم احترام قرار المجتمع أيضا؟ هنا تم القبول وهنا تم الرفض، إذن يجب احترام كلا القرارين مجدداً، معايير مزدوجة والكيل بمكيالين. مثلاً في ألمانيا صوت البرلمان الألماني لصالح إقرار زواج المثليين، رغم أنه كان هناك 226 صوت في البرلمان صوتوا ضده، ومن بين المعارضين لهذا القانون تخيلوا من؟ أنجيلا ميركل، معارضة لزواج المثليين، قالت هذا بعظمة لسانها. لكن المجتمع هو من يريد. إذن ماذا لو لم يرد المجتمع ذلك وتم التصويت في البرلمان ضد القانون؟ إذن زواج المثليين سيكون ممنوع أيضا كرغبة للمجتمع. في المجتمعات العربية والمجتمعات الأخرى المجتمع يرفض المثلية الجنسية، إذن يجب على الجميع أن يحترم قرار هذا المجتمع. أم أن البعض يريد أن يفرض على المجتمع قانونا لا يريده؟ سيكون شيء ديكتاتوري على ما أعتقد. الشذوذ الجنسي موجود حتى لدى الحيوانات، إذن من الطبيعي أن يكون حتى لدى الإنسان. في البداية ليس منطقيا أبدا أن تقارن إنسان له عقل ووعي وضمير أخلاق وبين حيوان، أنت تقارن ما لا يجب أن يقارن، لذلك فهذا التبرير ليس في محله. وبالمناسبة مملكة الغاب ومملكة الحيوان ليس مكانا جميلا للبحث عن الأخلاق، فهذه المقارنة فيها ظلم للإنسان والحيوان أيضا. سأريكم كيف أن هذه المقارنة لا تصلح. هل رأيتم من قبل قطة تأكل أولادها؟ أو نمر أو فهد أو حتى أسد يأكل أولاده؟ طبعا شاهدنا هذا آلاف المرات. إذن هل هذا مبرر أيضا للإنسان لأن يأكل أخاه الإنسان، لأن تأكل الأم أولادها أيضا؟ هل هذا مبرر لأن نؤيد أكل لحوم البشر؟ طبعا لأنها أيضا موجودة عند الحيوان. بالمناسبة أيضا هناك الكثير من آكلي لحوم البشر موجودون في السجن الآن، أيضا يجب أن ندافع عنهم ونطالب بحقوقهم كاملة. رأيتم الآن لماذا قلت لكم بأن مملكة الحيوان لا تصلح للاستدلال. يقول الدكتور تشارلز سوكرايدس وهو الباحث المتخصص في دراسات الشذوذ الجنسي، يقول هذا الدكتور: الشذوذ الجنسي يجب أن يكون قاصر على الإنسان فقط، لا يوجد شذوذ جنسي في الحيوان، واعتبار أن هناك شذوذ جنسي في الحيوانات ما هو سوى ادعاءات كاذبة. فالمثلية الجنسية عند الحيوان ما هي سوى صراع بين الذكور أمام الإناث. هناك سؤال قد يطرح، هل المثلي يؤذي المجتمع؟ بصراحة لن أجيب على هذا السؤال، سأترك هذه الأرقام والإحصائيات هي التي تجيبكم.
حسناً، سنبدأ بأول معلومة والتي يجب أن تتذكروها جيداً ولا تنسوها أبداً. هل تعلمون بأن مرض الإيدز أو السيدا ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كان في 5 يونيو من سنة 1981 عندما اكتشفت وكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقائية منها CDC عدداً من حالات الإصابة بالمرض. ومفاجأة، أين اكتشفوا هذا المرض؟ في 5 رجال مثلي في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. في البداية لم يكن لدى الوكالة اسم معين لهذا المرض، وفي عام 1981 أي في نفس السنة تم استخدام مصطلح GRID والذي يعني مرض نقص المناعة المرتبط بالشواذ جنسيا. في الولايات المتحدة الأمريكية تشكل نسبة المثليين تقريبا نسبة 2% من إجمالي عدد السكان، إلا أنهم يشكلون ما يصل إلى ثلثي مصابي الإيدز. مثلا في 2009 كانت 61% من الحالات الجديدة لمرض الإيدز التي تم اكتشافها مثليين، ونسبة 51% من الأشخاص الحاملين لهذا المرض مثليين. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، في سنة 2010 أي بعد سنة ارتفعت النسبة من 51% إلى 63% من حاملي مرض الإيدز كلهم مثليين. بعد 5 سنوات في سنة 2015 قفزت النسبة أيضا من 63% إلى 67% وكلهم مثليين. ربما يبدو الأمر مصادفة، كمن يقولون أن الكون خلق مصادفة. وفقا لمركز CDC فإن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي تتزايد عند المثليين، وفي 2012 بلغت نسبة الإصابة في الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال نسبة 75% من حالات مرض الزهري الأولي والثانوي في أمريكا، وذلك بالمقارنة مع 25% فقط عند الأشخاص الذين يمارسون علاقة سوية. من أكثر الأمراض شيوعاً المنقولة جنسياً هو فيروس الورم الحلمي البشري أو Human Papilloma Virus أو اختصاراً HPV، وهو الأكثر شيوعاً في أمريكا أيضاً، ويشكل مصدر قلق للكثيرين. وتطور هذا الفيروس يؤدي إلى إصابة بالسرطان، وتخيل معي أن المثليين هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان 17 مرة أكثر من غيرهم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية الآن يوجد أكثر من 1.1 مليون مثلي الجنس يحمل معه مرض السيدة أو الإيدز. في دراسة أجريت سنة 2013 وجد أن كل واحد من بين 6 مثليين لا يعرفون أنهم يحملون مرض الإيدز، وهذا سيعطيك ولو فكرة صغيرة عن حجم هذه الكارثة وسرعة انتشار هذا الفيروس بين المثليين بالخصوص. أيضا وفقا لإحصائيات من مركز الوقاية من الأمراض والتحكم بها، فإن 10% من المصابين الجدد بالالتهاب الكبدي الوبائي A و 20% من المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي B من هم؟ مثليي الجنس. دراسة أخرى توضح أن متوسط عمر مثليي الجنس هم عن عمر 42 سنة، ونسبة 9% تصل إلى عمر 65 عام، وهذه النسبة تنخفض إلى 39 سنة فقط إذا كان هذا الشخص يحمل فيروس الإيدز. العديد من المثليين يعترفون بأنهم يشتهون الأطفال. في إحدى الدراسات وجد بأن 33% من إحصائيات مضايقات الأطفال والتحرش بهم في الولايات المتحدة الأمريكية تكون من المثليين. في دراسة أخرى أجريت سنة 2009 على بعض المثليين اتضح بأن 8.4% هم أكثر عرضة لمحاولة الانتحار، 5.9% أكثر عرضة لمستويات عالية من الاكتئاب، 3.4% أكثر عرضة لتناول مخدرات غير مشروعة. بعد أن أجبتكم كل هذه الأرقام والإحصائيات، الآن يبقى السؤال: هل المثلية الجنسية شيء طبيعي وجيد؟ هل فعلا المثلي لا يؤذي المجتمع؟ الأرقام والإحصائيات العالمية تؤكد بأن المثليين الجنسيين هم أكثر الفئات التي تحمل أمراض جنسية فتاكة، أمراض كالزهري، السيلان، الإيدز، التهاب الكبدي الوبائي والفيروس الحليمي البشري وأمراض أخرى يحملها المثليين أضعاف مضاعفة أكثر مما يحملها الإنسان العادي. أن تكون مثليا فأنت حر في اختيارك، ولك الحق في أن تعيش كيفما تريد، لأن الله هو الذي سيحاسبك. لكن أن يقال بأن المثلية شيء طبيعي وشيء عادي، فالأرقام هي التي تجيب الآن. أكيد أن أنسى. بالنسبة لذلك التساؤل الذي طرحته عليكم في البداية، أعتقد أن مصيرنا سيكون مشابه تماما لإخوتنا الديناصورات. أشوفكم في فيديو جديد.